السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن إزاي ندرج لوجو في ملف الوورد ونتحرك باللوجو زي ما احنا عايزين. وليكن ندخل على جوجل كروم ونجيب وليكن لوجو بتاع جامعة طنطا، تمام. نخش على الصور، يعني نحاول نجيب لوجو يكون الجنب بتاعه أبيض، تمام. نحاول زي ده مثلا، ده جميل جدا اللي هو يكون الجنب بتاعه ابيض، ونضغط كليك يمين ونقول له حفظ، وليكن احفظه على سطح المكتب. وهجيب لوجو برضو بتاع كلية الطب عشان نحطهم الاتنين جنب بعض ونوريكم، لان بيكون في الخطابات الناس يكون في اتنين لوجو مثلا وهكذا. دايما هنحفظ الصورة بالله، سيف، تمام كده يا جماعة. بعد ما نجيب الصور بتاعتنا اللي احنا نستخدمها هنعمل نيو ونقول له مايكروسوفت وورد ونفتح نضغط مرتين. اول حاجة احنا عايزين نعمل انسيرت للصور ديت، فهنقول له انسيرت بكيتشر ديفايس، وهنقول له ان هم على ديسكتوب، وننزل على الديسكتوب ونختار اول حاجه جامعه طنطا. وبعد كده طبعا زي ما انتم عارفين عايز تصغره صغره براحتك من هنا. بعد ما تصغره طبعا انت اول ما بتعمل له انسيرت بتلاقي هنا اللي هو زي الدوائر اللي ظهرت في الجنب ديت. عايز تصغر بتصغر كده، عايز تكبر بتكبر كده، عايز تعكس اتجاه الصوره بتاخد اي واحده من في المنتصف دول بس اللي على اليمين او في الشمال وبتروح بيها كده او كده، ده كده بيعكس لك الايه اتجاه الصوره. فاحنا هنصغر كده شويه اللوجو، وطبعا احنا عايزين نحرك اللوجو نجيبه اقصى اليمين من اعلى. هو كده مش هينفع يتحرك معاك لان المغناطيس قافله، فاحنا هنفك المغناطيس، نضغط على المغناطيس واحده كده هنلاقي اللي هو المغناطيس الحر، نختاره وناخد اللوجو ونحطه وليكن هنا، تمام. ونكبر سنه لو انت عايز، يعني كده ضفنا اول لوجو. طيب عايز اضيف اللوجو الثاني، اقول له انسيرت برضو بكيتشر ذيس ديفايس، واقول له اجيب صوره اللي احنا حطيناها بتاع كليه الطب ديت. طيب عايز تصغر شويه ممكن تصغر من هنا، تمام. لو عايزين بقى نفك المغناطيس اهوت، ونفك المغناطيس ونجيبه كده على الجنب شويه، تمام. يبقى الحلقه بتاعتنا النهارده اسمها باذن الله كيفيه ادراج لوجو في ملف الوورد. وبكده نكون انتهينا من حلقتنا النهاردة. طبعا اتمنى اشتراك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد، وحاول ترجع للفيديوهات اللي فاتت في قوائم التشغيل، هتستفيد من كل الفيديوهات اللي بنقدمها بخصوص الوورد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.